أكد وزير الخارجية سامح شكري ثقته في وجود أرضية صلبة لتطوير العلاقات بين مصر وتركيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظير تركي مولود تشاوش أغلو، أشار شكري إلى أن المباحثات بين الجانبين كانت عميقة وبناءة واتسمت بالصراحة والشفافية، وتناولت سبل دفع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة القادمة. ونسعد بأن نطلق أنا وأنت هذه المشاورات لتكون المسار لاستعادة تطبيع العلاقات فيما بين البلدين في كافة المناحي، وبدء مرحلة جديدة يكون لها وقعها وآثارها الإيجابي على شعب البلدين وتؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في منطقتنا. تباحثنا لما يزيد عن ساعتين من الزمن، تم خلال مباحثاتنا تناول كافة قضايا العلاقات الثنائية، الأوضاع الإقليمية، التحديات التي نواجهها، وكانت مباحثات معمقة وشفافة وصريحة بحكم أهمية ما نراه من أهمية لهذه العلاقات.